بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا آرنا في الدنيا حسنة ويسرها لنا تمام اليسر يا ربنا، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب يا كريم. أما بعد، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وشوفنا في أول سورة البقرة الأنواع دي الشتات، لكن يجمعهم الكفر والمكر وبغض الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وشكون هذوما اللي يوزوا الإرجاف؟ يعني قيل أن عائشة عليها رضوان الله من كذا وكذا، قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام في السورة هذه بالذات قال له وقت كسر الحجر اللي عجز في تقسيمه وتشيش الصحابة الكرام أثناء حفر الخندق. وهذيك هي غزوة الأحزاب، ربي هزم الأحزاب كلها ولم يبق منها أحدا، ولهذا فر الرياح كان سبب، والرعب اللي مشترك فيه جميعا، والمكيد اللي يعملها إنسان لم يعلم أنه دخل الإسلام، لم يعلم عنه أنه دخل الإسلام. المفيد المرجفون في المدينة هم اللي قاعدين يكمسوا كما نقولوها بالعربية جاية من الفرنسوية، الكومبلوت شيء يدقلوا إشاعات باش يرثوا المؤمنين في توحيدهم، في توحيدهم واتباعهم للرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. ربي دخلهم في الإنذار ذا، اشتار ربي مطلع كل شيء ولا يغيب عنه شيء، مهما دق أو عظم لا يغيب عن المولى أي شيء من مخلوقاته. هنا حتى ربما في السورة هذه ربما دخلت تشكيكات في قال كيف إن الله وملائكته يصلون على النبي. أخي شكون يصلي؟ المخلوق والخالق سبحانه وتعالى ومع الملائكة اللي يعتبرون بنات، هم ينسبون للمولى بنات له. يعني هذه ربما في السورة دي أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه من التشكيكات، اشتروا بالضبط اللي حولنا خاصة هنا في تونس حفرة الفتن، معنا بزاف الألوان والأشكال هذه، أشكال خلائق والعياذ بالله، نسأل الله السلامة أو الهداية.